سنتحدث أكثر ونشرح عن خصوصية مضمار ميدان العالمي والحديث عن الأرضية الرملية. أنا ومرة جديدة ينضم إلينا في الأستوديو محلل سباقات الخيل فيصل سعد. لمضمار ميدان وأرضيته خصوصية وجمالية تجعله الأحب إلى قلب عشاق سباقات الخيل. فيصل، أنت من ملاك الخيل وتعشق هذه الرياضة، لماذا برأيك ميدان هو الأحب إلى قلوب عشاق الخيل؟ ريا، لما نتكلم عن الميدان نتكلم على تحفة معمارية من أجمل 3 ميادين سباقات الخيل للعالم. ريا، انظري لهذا الجمال، جميع مقومات الجمال من التصميم من الأرضيات تناسق أنها نقدر نقول عنها تستاهل أنك تقول عن ميدان تحفة الشرق الأوسط جميعا. نعم. كواجهة لميادين العالم. 76 مليون قدم مربع على هذه المساحة، توجد كل ما يمكن أن يهم رياضة الخيل، من لحظة وصول الخيل من المطار إلى لحظة المغادرة بجميع التفاصيل وجميع المرافق. صحيح ريا، ميدان ليس مجرد تراك للسباقات، مجرد تراك، ميدان يوجد فيه مجموعة من الاسطبلات، مجموعة من المستشفيات، الإمكانيات الموجودة، توجد في ميدان طاقة وخدمة كبيرة. نعم. لأن نتكلم على سباق انترناشنال، احنا ما نتكلم كاس دبي العالمي، سباق تأتينا خيول من كل أنحاء العالم، من أمريكا وأوروبا واليابان وأستراليا، فهذه الخيول تبحث عن إمكانيات وعن خدمات. موجود عندنا المطار، توصيل للمطار، موجود عندنا الخدمات اللي هي الفندق الطبية، طبعا موجود عندنا كذلك فندق ميدان الرئيسي، طبعا نقدر نقول كذلك موجود اللي هو الاسطبلات الانترناشنال ستيبلز، هذه اللي تواجد فيها الخيول العالمية من لحظة وصولها، يكون تحت إشراف طبي مباشر، تحت نظام سكوريتي عالي، يعني حتى الصحافة لا تستطيع أن توصل لأقرب قريب من هذه الغرف حتى يحافظ على سلامة الخيول، وأن هذه الخيول مكلفة جدا. وهذا ما يميز خصوصية ميدان. صحيح. أيضا كما نلاحظ هناك الأرضية العشبية وكذلك الأرضية الرملية، وهي مسألة مهمة جدا سنتحدث عنها، بأن يعني سباق كأس دبي العالمي يجري على أرضية رملية. في العام الماضي فيصل واجهتنا الأمطار، كيف يجب أن يتم التعامل مع هذه المسألة على الأرضية الرملية؟ صحيح ريا، احنا لما تكلمنا عن ميدان احنا نتكلم على ميدان عالمي. فيوجد له قاعدة موجودة للتعامل مع أصعب. نعم. الظروف. نعم. ففرضيا احنا نذكر العام الماضي ريا، كما ذكرتي وحدة حضور الأمطار كانت أمطار غزيرة، لكن رغم من هطول الأمطار لم توصل الأمطار لنسبة 10% من القدرة التصريفية اللي موجودة في قنوات التصريف اللي موجودة تحت الأرضية. نعم. طبعا المسار هذا اللي موجود أمامنا تجد تحتيه قنوات تصريف مياه الأمطار، في حال هطول الأمطار تتصرف تلقائيا إن تبقى الأرضية في السيف، لا تتأثر فيها الخيول لحظة الركض عليها. سنتابع بصورة أقرب الأرضية الرملية وهي مسار سباق كأس دبي العالمي. فيصل، ما الذي يميز أرضية مضمار ميدان عن غيرها؟ صحيح، نقدر نقول إحنا لما حطوا كأس دبي العالمي كفكرة. نعم. كان يوجد الآن إحنا لدينا خيول تأتي من جميع أنحاء العالم. فتختلف الأرضيات دائما من دولة لدولة، فنجد بعض الدول يكون لديها سماكة في مستوى الرمال. نعم. ما تميز مستوى أرضية مضمار ميدان إنها في المستوى المتوسط اللي تناسب جميع أنواع الخيول، إن أي. نعم. جواد يقدر يتعامل معها بدون أي صعوبة، إذا كان جواد يهوى النوعية الثقيلة من الرمال أو النوعية الخفيفة، فأرضية ميدان تعتبر هي الأرضية الممتازة اللي تناسب جميع أنواع الخيول. نعم. تحدثنا عن يعني الأرضية، تحدثنا عن عوامل المطر، أيضا عامل آخر يلعب دوره هو عامل الرياح وسرعة الرياح، ونحن يعني في هذه الفترة من السنة الأحوال المناخية تتغير بين لحظة وأخرى. صحيح، عامل الرياح يكون عامل مؤثر، لكن تأثيره الأكبر يكون دائما على الأوقات، يعني ممكن نقول لو جواد لو حصلنا في نفس اليوم يعني على مستوى السباق كان موجود مستوى الرياح عالي جدا، نقدر نقول أنه بيكون صعب كسر الريكورد، التايم حيكون صعب كسره، حيكون السباق نورمال لكن بدون أرقام قياسية. نعم. فيصل، حدث كأس دبي العالمي ليس فقط هو حدث رياضي، إنما هو يعني أصبح حدث اجتماعي كلاس أي كما يقال. صحيح. اليوم من المتوقع يعني أن يكون هناك نحو 70,000 متفرج موجودين داخل مضمار ميدان، لنؤكد مرة جديدة بأن هذه التحفة المعمارية الكبيرة تستطيع أن تحتضن هذا العدد الكبير من الناس لكي يكون الحدث فعلا يليق
بالمناسبة العالمية. صحيح، احنا لما تم تصميم مضمار ميدان تم تصميمه ليواكب النجاحات اللي صارت في ند الشبة. نعم. فند الشبة كانت انطلاقة، اجى ميدان واكب هذه الانطلاقة، ميدان وصلنا احنا لما كنا نطمح عليه، وجوده كميدان يحمي موجود جميع الظروف، الامكانيات للخيل، يهيئ امكانيات الترفيه للمتواجدين. فهذا لما نتكلم على مقومات ميدان عالمي يوفرها ميدان لجميع محبي هالرياضة من ناحية الترفيه ومن ناحية السباقات، اللي نقدر نشوف ليلة وأمسية عالمية تليق باسم كأس دبي العالم. وبعد الحديث عن ميدان فيصل ابقى معنا، سيكون لنا عودة في فقرة تحليلية جديدة في سياق هذه التغطية الخاصة والمباشرة معكم مشاهدينا ضمن أمسية كأس دبي العالم.